بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أنا هكلمكم في موضوع النهاردة دردشة مش موضوع. هكلمكم في موضوع غريب تستغربوا يعني إيه الموضوع اللي أبونا هيتكلم فيه. أنا هكلمكم في حاجة اسمها النكد. يا ساتر استر يا رب. النكد. نتكلم ندردش مع بعض في موضوع اسمه النكد. كلنا ما نحبش النكد. إنما كلنا أحيانا بنحب النكد. يعني تلاقي واحد كده وشه متجهم عايز يتخانقه بس. وتلاقي أم بتخانق طر وشها زي ما بقوله. واللي حب النكد بحس إن الدنيا جميلة قوي وهو منكد كده. واخد باله من حاله كده. كل الناس تلاقي مثلا في الشغل واحد مكشر ما يعرفش يضحك. قولوا له اضحك يا اخي لا وشك لا يخاف تضحك لحسن وشك يفلق ما يعرفش يضحك. النكد في ناس غاوية النكد. النكد في الحياة الأسرية مشكلة مصيبة. لما الزوج يبقى كده أو الزوجة تبقى كده. تعالوا ندردش في صور النكد. ندردش مع بعض. كل اللي معاه حاجة يقولها. أنا هقول اللي عندي واللي عندكم قولوا. أول صورة من صورة النكد كلمة لا. في بيت الراجل مراته تقول له يا فلان عايزين دي يقول لها لا. طب نخرج لا. طب ما تيجي انت مثلا زوجة يقول لها ايه رأيك النهاردة فيها نزور صاحبي تقول له لا. طب ايه رأيك انا وعدت اخويا هنروح نزوره لا. والدنيا لا في لا دايما لا. واحد مثلا يحب يسعد مراته يقول له طب اعمل لك الحاجة دي تقول له لا. هو كده هو كده. واحدة او واحد دايما عابس ما يعرفش غير قولت لا. احيانا الست تتفنن في اسعاد جوزها. يبقى الست عارفة ان هو جاي تعبان هو عصبي حبتين. احيانا تحب تريحه تعمل له حاجة مثلا اكلة جميلة حاجة يشربها لما يدخل. هتاخد حمام اجيب لك غيارك ولا حاجة وده مكشر يا عم فوق مفيش. هو حافظ قالوا له كشر في وشها اوعى تضحك. فالبيت نكد. هي طب تعمل ايه في الحالة دي؟ لا هي تعرف تتصرف. ما نكد ما هو كده من اولها اليوم مش باين له شمس. من اولها هو جه من بره يبقى يا رب استر يا رب استر. احيانا تسأله تاكل يا حبيبي الاكل عجبك النهاردة يهز كتفه. الاكل حلو ولا عادي. الاكل عجبك ما كانه مش سامع حاجة. نكد. الراجل بنكد. هو طبيعته ابدا. بس هو علموه انك تكشر في وش مراتك يبقى انت هتبقى سادس السيد السابع بتاع البيت. نكد. كل حاجة رفضها. مش عاوز يعيش الحياة كأنه رافض الحياة. مش عايز الحياة دي. زوجة تانية تبقى كده. جوزها يحب يسعدها وهو جاي يجيب حاجة كويسة للبيت. انت كل شوية تجيب فاكهة. ما الفاكهة في البيت هو مين كلها؟ جاب برتقان امبارح وهو معدي جاب كيلو موز. يا ساتر انت احنا لسه خلصنا اللي هنا انت ما تعرفش تغيب كيلو موز. الراجل يكره حياته. يقول يكره اليوم اللي اتولد فيه. نكد. نكد. ما فيش حاجة عجبها. فيش حاجة عجبها. كل حاجة وحشة في الحياة. لدرجة احيانا ولادنا بيجوا في الاعتراف يقولوا يا ابونا احنا زهقنا من البيت. ليه يا حبيبي؟ يقول بابا او ماما ما تعرفش غير قولت لا. نخرج مع اصحابنا لا. واحد تاني يقول لها ماما انا نازل الكنيسة لا. الراجل يا بابا ما تزود المصروف سنة لا.
الفلوس قليلة يا بابا والحياة صعبة. لا، الزوجة تقول لجوزها طب المصاريف غالية والدنيا زادت وانت عندك الدينة. لا، وللأسف سامحوني بعض الزوجات بتلجأ لطريق خاطئ، أقوله عشان ده مش صح، تضرب ايدها في جوزها، في جيب جوزها، تاخد كل اللي معاه، أو بلاش كل اللي معاه، تقلبه يعني تقلبه، يعني لقيت 500 جنيه تضرب لها 50، وتيجي تقول يا ابونا ما انا خدته مصرف على البيت. لا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش بصراحة، الكلام ده رغم ان الزوج ناشف شويتين، انما الكلام ده ما ينفعش. من اصعب صور لا لامتناع الزوجين عن بعضهم، مش كل شيء مشترك بينهم، كل واحد عايش في حياته، ده يقول لا وده يقول لا، الدنيا مش ماشية بينهم. لا، دي سمة البيت، ده مكتوب على البيت من بره. لا، دي صورة من الصور. صورة تانية، الوش. الوش، في وش مبتسم، في وش برغم كل المشاكل والمصايب مبتسم، انما في واحد ما يعرفش يضحك، ما يعرفش، في زوجة نكدية. سامحوني انا بدردش معاكم، مش بوعظ، احنا بندردش في مشاكل بيوتنا، مشاكل البيت دي، مشاكل البيت. الزوج جاي مرهق من بره، مفيش زوجة تقول له الحمد لله على السلام، مفيش. الزوجة تعبانة طول اليوم، مفيش زوج هو داخل لقى البيت مريح كده ونضيف ولا عشت ايديك تعبت النهاردة، مفيش. وش خشب، وش خشب متصدر كده. عشان كده الزوجة اللي بتسمع الكلام بره وبتمله، مشكلة الراجل، مشكلة الراجل. احيانا احيانا انا مش بقول لكم عشان يعجبكم الكلام ده، احنا بننبه لخطورة هذا الكلام. تلاقي زوجة مثلا رايحة شغلها متضايقة، اتخانقت الصبح قبل ما تنزل مع المحروس، اتخانقت، رايحة مكعشرة ومكلضمة الشغل، يجي واحد يقول لها مالك يا شيخ انت مكشرة ليه النهاردة؟ مفيش، لا مفيش، يفضل يزن بقى انت مكشرة ليه؟ تقول له اصلا اتخانقت. ليه؟ ده راجل ما عندوش نظر البعيد، حد قول للقمر ده لا. ويبتدي الشيطان يشتغل. الشيطان زمان لما حواء، لما حواء سمعت للحية اشتغل الشيطان، وقعت حواء، وقعت. لما حواء سمعت للحية اللي جات لها في صورة شيطان، وقعت. لما ما سمعتش ربنا، سمعت كلام من الحية، ضاعت. اللي بيسمع كلام الحية لازم يقع. كلام الحية ممكن يكون في زميل، ممكن يكون في صديق مغرض، ممكن يكون صديق مغرض بين زوج وزوجة مبسوطين مع بعض قوي، يحط بينهم كده فتيل. عارفين الكلام ده؟ واحد متغاظ، واحد متغاظ من الأسرة دي، أصل الناس دول كانوا معايا وأنا عارفهم، دي كانت صاحبي، ده صاحبي ودي صاحبتي، وما كانوا، اشمعنى أنا عشت نكد؟ اشمعنى؟ اشمعنى أنا متنكد؟ الشيطان شغال نكد. ممكن تكون الزوجة نتيجة إن الزوج قال لها كلمة مش عارفة ترد، يعني قال لفظ مش كويس مش عارفة ترد فتكشر، كل شوية تزيد التكشيرة، يحاول يطبطب عليها مثلا يرضيها، التكشيرة تزيد أكتر، نكد، نكد، وش شغال، وش نكد. الحقيقة النكد ده أو الوش ده أصعب من أي رد، يعني صباح الخير، مساء الخير، ما تردش. الراجل عمل لك حاجة، ما تعمل اللي تعمليه، نكد. الوش التعبير عن الوجه، تعبير عن الابتسامة مش موجودة، التعبير عن الفرحة في البيت مش موجودة، وكأن الواحد أو الواحدة في سجن،
داخل سجن، جاي من بره داخل سجن. ممكن اللي غلط يحاول يعتذر، يلاقي التانية قدامه أو التاني قدامه مد الوش الخشب وقول صدقني ما أنا قايل حاجة خليها كده، وهي تكون عايزة تعتذر له لو تصرف التصرف غلط، تروح له تلاقيه مصدر الوش التمام تقول خليه كده لما أشوف آخرته إيه. نكت. والولاد متمزقين بين كل واحد حاطط وشه في الحيطة مش عايز يبص للتاني. صورة ثالثة من صور النكد، النقد. النقد، واحدة عاملة شغل بيتها 9 من 10، يجي الزوج يبص على الواحد من عشرة للنقص ويقول يا ساتر ما قدرتيش تعملي دي، طب يا اخي ما شفتش 9 الحلوين، يعني عملت 9 حاجات حلوين وواحدة نقصت، ما افتكرتش غير اللي نقص. دايما تنقد تصرفات ولادي، دايما انقدها، او الزوجة دايما تنقد تصرفات جوزها، يعني انت ما قدرتش تعمل غير دي، يعني انت ما قدرتش تجيب غير دي، وهو نفس الطريقة، يعني انت ما قدرتش تزودي سنة ملح، يا اخي الاكل كله كويس، انت الملح ناقص في اكلك، زود في طبقك الملح زايد قوي. عم احنا بصراحة كشعب ما نعرفش نعبر عن الحاجة الحلوة دي، مشكلتنا دي، مشكلتنا. يعني ممكن تلاقي بيت 6 من 10 يقول الله انا بيتي جميل ومنسق، واحد تاني بيته 9 من 10 يقول ايه اللي انا عايش فيه ده. ممكن زوجة يكون جوزها بحاول يسعدها، رايح عند اهلها مثلا وتأخر نص ساعة عن الميعاد، يبقى يوم اسود. ما انت عشان رايح عند اهلي، لو رايح عند اهلك كنت جيت بدري. يا ست يمكن له ظروف، يمكن شغله ما اتحلوش انه يطلع بدري، يمكن ما قدرش، يمكن حاجات كتير، ما تلتمس الاعذار، ما فيش فايدة. نكد. والفكرة كلها انه انا عشان رايحة عند اهلي هو مرضش يجي. من ضمن النقد الست لما تتضايق تبقى عايزة تطلع كل اللي جواها، ومحتاجة زوجها يسمعها، بس محتاجة يسمعها لغاية لما تخلص البركان اللي عندها. تلاقي الزوج مش فاهم طبيعة مراته، دي مصيبة في البيت، لا الزوج فاهم طبيعة مراته ولا الزوجة فاهمة طبيعة جوزها. الزوج يحب لما يتضايق سيبيه شوية لغاية لما يهدى، وطبيعي هيقوم يقول لك طب قوم اعملي لي كوباية شاي، حلت المشكلة، ابتدى اهو تبسم، يعني ابتدى يفك. الزوجة لما تتضايق نفسها تطلع وزوجها يسمعها، انما هو هي تتكلم وروح مقاطعها، تتكلم وروح يقول لها ما قلتلك يا عم اسمعها، ما انت قلت، ما انت مفتي، طب اسمعها وقول لها وانصحها، اسمع خليها تطلع اللي عندها وتهدى. كل ما تقول حاجة ما انا قلتلك بلاش فلان، ما انا قلتلك ابعد عن فلانة، ما انا قلتلك ما تعمليش الاكلة دي، يا عم اسمعها. هي مش عايزاك تقول لها، بتقول لك مشكلة، مش عايزة تسمع الحل، هي عارفة الحل، هي عايزة انت تسمعها وتطبطب عليها وتحتويها، دي طبيعة الزوجة. والزوج عايز الزوجة اللي تسيبه ما تزنش، جاي متضايق من برة، مالك، حصل ايه، المرتب اتسرق، هما خصمولك، هو النهاردة اتخانقت في الشغل، هو في تليفونة صدرت في البيت وما ردتش ما لحقتوش فرفدوك. يا ست سيب الراجل لما يخش وارتاح هيقولك. نقد. بننصح دايما المخطوبين حسبوا من حاجتين في الزواج، النقد والنكد، كلمتين مع بعض، نقد ونكد. بنقول لكل أسرة هتتكون، وبنقول لكل أسرة تكونت، حسبوا من النقد، خلي النقد لوقته. أحيانا أحب أنقد، بس لما أنقد بروح إيجابية،
أنقض بروح فيها كده ابتسامة. لما أقول لما أجي أشجع ولا أنقض، بلاش دي حبيبي، بلاش دي، لأن بص أنت عملت دي بوظت الدنيا، مراتي أنت جميلة في كل حاجة، بلاش الحتة دي، بلاش العادة دي، عادة مش حلوة. والزوج لما مراته تقول لحبيبي أنت أحسن من أي راجل في الدنيا، بس هتكمل لو دي ما عملتهاش، بلاش دي. نسمع بعض، نتفاهم، يبقى في لغة حوار مع بعض. حاجة تانية، الراجل لما يتضايق يحب لغة المنطق بطبعه، والست لما تتضايق تحب تصرصر. المنطق ما يريحهاش أبدا، تتكلم بالمنطق. لا سامحوني أنا مش بنقد الستات، هي طبيعة. الراجل بحب يتكلم واحد زائد واحد يساوي اتنين، عند الست يمكن واحد زائد واحد يساوي خمسة ولا ستة. الست المفروض تعرف والراجل يعرف، كل من هما يعرف طبيعة التاني، عشان ما نخسرش بعض، عشان ما نبعدش عن بعض. دايما لغة المنطق هي اللغة السائدة بين الراجل وزوجته. لو عرفنا نتفاهم لغة التفاهم، يبقى في لغة حب، لغة تواصل. أتفاهم يبقى بحب، ما دمت بتفاهم يبقى بحب. لو ما تفهمتش يبقى دي عيشة غابة، أفرض رأيي لأن أنا كده، هي كده، أنا كده، مفيش حاجة اسمها أنك أنت كده، مفيش هي حاجة اسمها ماما قالت لي، ماما قالت لك دي حاجة، إن مظروف بيتك إيه. الكتاب بيقول لنا كده، يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته ويكون كلاهما جسدا واحدا. في ثلاث أفعال في الآية دي، يترك، يلتصق، يكون، زي ما قال لنا سيدنا أنبا ماكسيموس. يترك ده وصية، أمر، يترك الرجل أباه وأمه، يلتصق، ما ينفعش يلتصق من غير ما يترك، لأنه لو فضل متعلق بالأسرة التانية يبقى مش هيلتصق. كل حاجة ماما، وهو كل حاجة طب لما أسأل بابا، ما ينفعش الكلام ده. لما يترك هيلتصق، الروح القدس يشتغل، يكون كلاهما جسدا واحدا، دي بالروح القدس. إنما اللي على الإنسان الترك، أنا مش بقول الترك يعني ينسى أسرته، لا، الترك بمعنى لأسرتي الصغيرة كيان لازم احترمه، زوجتي أو زوجي لينا كيان لوحده، ماليش دعوة بالأسرة الكبيرة. مشكلتنا في بيوتنا دلوقتي، مشكلة الأسر الصغيرة اللي نشأة، إن الأسر الكبيرة الأسرتين الكبار متحكمين فيهم. الأم تقول أصل ماما قالت لي وبابا وصاني، والراجل يقول أصل أنا ما عنديش خبرة لما أسأل أخويا، وكل واحد له فكر، والدنيا بتتخبط. هي تقول له طب يا أخويا خليك روح لأمك، وهي يقول لها أنت كلمت أمك النهاردة، يبقى الدنيا سودة من أول اليوم. مفيش نكد، نكد. نمرة خمسة، النوم. أحيانا الراجل يهرب من مراته بالنوم، يخش ينام وسيبها الدك في البيت طول الوقت. وأحيانا الست تعمل كده، هو جه المحروس أصلا تعبانة طول اليوم النهاردة، أخش ينام يا ست، الأكل تقول له عندك على البوتاجاز. طب يا ست قومي سخاني. لا سخن انت، صنع تعبانة. وهو لو صحي وفاق شويتين وولاده ومراته قاعدين يقعدوا قدام التلفزيون، نكد. يا عم ما تتكلم مع أسرتك، تكلم مع أسرتك، تكلم مع مراتك، ابعد عن النكد ده، ابعد عن النكد، لأن ده بيوجب عدم تفاهم، عدم حب. الحب ده بيموت، كل واحد في حاله، كأنه عايش في لوكاندا وهي عايشة بتشتغل في بيت مفهوش راجل، والدنيا بايظة، نكد. نمرة ستة، الشكوى المستمرة. دي أوحش حاجة في البيت بصراحة، شكوى. كلنا بنشتكي، طول ما أنا قاعد أشكي من مراتي، أشكي من مرات صاحبي،
أشكي من مراتي حتى في اعتراف، أشكي من مراتي الحماتي، شوفي بنتك عملت وعملت وعملت وعملت، وهي طيب لما أشوف أمك ولا أبوك وأقول له على اللي بتعمله بالضبط شكوى. ما فيش حاجة سر، السر اللي في بيتنا معدوم، عشان كده في نكد دايما. طب لما هو نزل لما كلم أمي وتفضل تاخد الحقنة المحترمة، تكلم أمها من ورا جوزها وتقول لها ما تسكتي، مش حصل النهاردة كذا وكذا وكذا، أصله حصل كذا وأنا عملت كذا، تقولي لها اديله، هو فاكرك ايه؟ فاكرك ملكيش أهل كيليله، وهو يطلع من هنا يروح يقعد مع صاحبه مصيبة تكون على قهوة ولا حاجة، ويفضل يسمع خبرات أهل العالم إزاي يتعامل مع مراتي شكوى، وخبرات أهل العالم يدونه نصايح سودة بعيد عنكم، ويجي بيها محمل عايز ينفذ اللي سمعه عشان يبقى راجل، عشان يبقى راجل لازم يخرب البيت، لازم يبقى فيه نكد في البيت. نمرة 7، مش عايز اطول عشان الاطفال اللي فوق، بس انا بقول صور، بس في صور كتير قوي، بس الصور اللي بتلح علينا هي دي. نمرة 7، الموبايل، مصيبة المصايب في البيت، مصيبة المصايب في البيت الموبايل. يبقى الراجل ما يعرفش حاجة عن مراته، والزوجة ما تعرفش حاجة عن جوزها، انما تعرف كل حاجة لما تيجي مكالمة تقعد الو وحصل، اصلا انا ما كنتش ناوي، ده انا هسافر بكره، بكلم صاحبه انا بكره هسافر، طب بكره هروح لهم، تيجي مراتها تروح فين، تقول له يقول لها انا مسافر بكره، الله هو انا ما قلتلكيش، تقول له الله هو انا اسمع من التليفون، هو نعرف تحركاتك غير لما اتكلمت المكالمه، وتيجي هي تتكلم تمسك التليفون من هنا، ده ماما، تروح قافله باب الاوضه وتدش مع ماما بقى وهو قاعد بره بيغلي، اصله سامعه بياخد حقنتين ثلاثه، سامع اصله عمل وسوى، وهي هو بره رامي ودن على الباب وسامع هي بتقول ايه لمامتها، وتسمع كمان هيشوف التصرف لما تخلص المكالمه هتعمل معاه ايه، تطلع من التليفون بقى وشها قد كده والشفق والشلاطين ضربه، هو ناوي نية سودة والنهاردة يوم أغبر. الموبايل، الصراحة اللي بيننا ما عادتش موجودة يا جماعة، الصراحة اللي بين الزوج وزوجته ما عادتش موجودة، الأوامر اللي بتتاخد بالتليفون دي، وأعرف سلوك جوزي من خلال التليفون ما كنتش أعرف، يمكن الزوج يقول كلمة تنهار الزوجة منها، تليفون جالها جاله من حد زميلته، زميلته في شغله ولا حاجة، تعالى بقى مين دي وكلمتك ليه، مش كفاية الشغل، هي هتكلمك في البيت كمان، يا ست ده شغل، يا ست ده شغل، يبتدي بقى الشيطان يشتغل، ويبتدي الوسواس يشتغل، ويبتدي الشك يشتغل، ويبتدي الخراب بيخش البيت. كلمة، مكالمة، موبايل. صدقوني صدقوني، أحسن حاجة وأحسن تدريب، أحسن تدريب لينا، الواحد في بيته يقفل الموبايل. اعمل تليفوناتك لما تنزل، مش بقول كده عشان تعمل حاجة من ورا زوجتك أو العكس، لا أنا مش بقول كده، أنا بقول بينا مبدأ الصراحة والوضوح والاحترام، بس لما أعمل تليفوناتي برا يبقى على الأقل أنا احترمت وجودي في بيتي، وجود في بيتي ده حق ولادي، حق زوجتي او حق جوزي، انه يقعد معايا ونتمتع ببعض، نتسامر مع بعض، زي ما قال الكتاب لتصر اموركم في محبة. اين المحبة وكل واحد مشغول بتليفون؟ اين المحبة وانا مشغول بالنت والدش والكلام ده، كل واحد ناكت وشه في التليفون، انا مش عارف هو بيشوف ايه بصراحة، كل واحد خايف من التاني، وتلاقي الزوجة تيجي لقطت الباسورد بتاع جوزها، تقوم بالليل نص الليل ولا حاجة تقلب، هو كلم مين النهاردة؟ كلم أمه؟ هو ما كلم أمه عشان كده قالب عليا من الصبح، أنا شفته، كلم صاحبته اللي في الشغل، تلاقيها قالت له حاجة ولا شافها لابسة لبس أحسن مني، فجاي معاك نوبة برجل، ما هو التليفون.
ما هو التلفون، تلفون شغال واحنا ما عندنا صدق مع بعض. قال ألعب من ورا جوزي في تلفونه، وهو ممكن يمسك تلفون زوجته شوفها كلمت أمها ولا لا. كلمتها، طب يتلكك لها بقى، يتلكك لها ويبقى يوم مش فات. أصل هو مش هيقول لها أنت كلمت مامتك، بس هو حس أو شاف إنها كلمت ماما، ومدام كلمت ماما يبقى أخدت حقنة 606، يعني اليوم النهاردة مش معدل الصبح. الموبايل آفة الآفات. اللي جاية الشراء، النكد، ننزل نشتري. اتكرم كده الراجل وطلع جدع بعد 10 سنين جواز ولا حاجة، وقال لمراته تعالي هننزل اشتري لك هدية النهاردة. ولا هي عايزة تشتري فستان ولا حاجة واخدت جوزها لحظها العاسر معاها. ينزل، ايه رأيك في الفستان ده؟ حلو. ما انت بتقول حلو عشان زهقت عايزين نروح. لو قال لها لا انا شايف انه مش حلو قوي، ما انت قلت لي مش حلو قوي اصل هو غالي فانت مش عايز تدفع. والراجل الحقيقة بقى محتاس يقول حلو ولا يقول وحش. لو قال لا اختار اللي رايحك، هو انت طول عمرك مالكش كلمة؟ هو انت طول عمرك كده مجرور مالكش كلمة، تعرفش تقول رأيك، تعرفش تعبر عنه؟ لغة التفاهم، لغة الشك. انزل اشتري يبقى معناها الراجل لازم يقول لي يبقى محتار الحقيقة، الله يكون في عونه. واقف كل طول ما هو واقف وهي بتبص على الباترين او بتقيس حاجة يقول ارحمني يا رب انا الخاطي. طول ما هو ما هو هيقول ايه؟ ما هو ربنا ان شئت يا رب فلتعبر عني هذه الساعة، ان شئت يا رب عد الساعة دي ولا ال5 دقايق دول لحسن تطلع من جوه. اقول الفستان وحش؟ تقول لي ما انت غالي، ما انت طول عمرك مش عايز تجيب لي حاجة. ولو طلع الفستان كويس وقلت ده جميل، تقول لها طب انا عايز اشوف حاجة تانية، اصلك انت مستعجل. كل حاجة فيها نكد، ما نعرفش نحول اللحظة الجميلة اللي عندنا للحظة فرح، ما نعرفش نحول هذه اللحظة للحظة بهجة. عشان كده واحنا لو قدرنا نحول اللحظة لسعادة هيكون هناك رضا، هيكون هناك تفاهم. حاجة تانية، المجاملات او الاهل، زيارات الاهل. انت رايح عند امك النهاردة هنروح نزورها، خد بالك اوعى تتكلم وتقول لهم الموضوع الفلاني وهو بقولك ايه، ما تسيبنيش وتخش الاوضة مع اخواتك وتسيبني قاعد في الصالة. المحبة تقول وانا رايح ازور اهتم بالزيارة، انا رايح عند حماتي وحماية واهل مراتي، انا اروح ما تقيدش بطلبي انا، بمعنى انا بتغدى الساعة 3 غدوني الساعة 4 ما عودش انفخ وانا قاعد. وبعد ما اطلع من عندهم واروح اقول لها بقول لك ايه، انا مش رايح البيت ده تاني، انا ليا حياتي، اصلا انا احب انام الظهر. يا عم حاول عشانها، عشان زوجتك، حاول عشان زوجتك ارضيها، بلاش المجاملة اللي تخسر فيها زوجتك واهل زوجتك. والعكس، هو هي تروح عند اهل الزوج لابسه التيير وقاعده ضيفه، طب قومي ساعدي، يعني اطلعي كده انك كريمه، قومي ساعديهم في المطبخ واقف معاهم عشان ما حدش يتكلم عليك. ما انت لو قعدت ضيفه وقاعده مستنيه لما يجيبوا لك الاكل هتقول الله، هيقول لك يا اخويا جاي تتنك علينا، طب قومي ساعديهم، قومي ساعديهم. الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. برضو نفس الكلام، العزومات والصدقات نفس الطريقة، كل واحد فينا بيتبارى إنه طلع التاني غلطان، بمعنى الأكل يتحط قدام أهل قدام صاحبي أقول له يا شيخة ليه كده؟ ليه الأكل اللي فيه ملح ده؟ إحنا تعودنا نعمل كده. يا أخي اشكرها قدام صاحبك ولا صاحبتك ولا أسرتك، اشكرها قدام مامتك وباباك اللي جوم زروك، قول لها متشكر انت النهارده تعبتي،
انت النهاردة كنت تعبانة الاسبوع اللي فات وتعبناك النهاردة، اشكرها. هي كمان تتعود تشكرك قدام اسرتك، لا ده انت اللي تعبت، ده انا ما عملتش النهاردة كل الحاجة، ده هو ساعدني، ده هو وقف قدامي معايا في المطبخ، هو غسل الاطباق وانت تلاقيك ما غسلتش، تلاقيك مليت كوباية ما شربتها، ما غسلتش حاجة. انما لغة التفاهم، التفاهم في الحوار والود، في السفر، في السفر الراجل يفتكر هو مسافر يصلح العربية. مسافرين النهاردة يوم هار نرجع آخر النهار، طب ما أما أخذ العربية بس أعمل فيها حاجة، ياخذ العربية يضيع اليوم، يبقى نهار اسود. ما أصل الراجل الميكانيكي مش عارف عمل فيها إيه وحط فيها إيه، العيال لابسين وهي جاهزة والسندوتشات جاهزة، سندوتشات تضرب والراجل قاعد عند الميكانيكي. يا أخويا ما افتكرتش تصلح العربية غير النهاردة، ما افتكرتش. صور من صور النكد اللي بتعدي على بيوتنا دايما، دي بعض الصور، في حاجات كتير بس كفايه دول. تعال نشوف نصلح النكد ده ازاي عشان الوقت سرقنا قوي. اول حاجه لازم تبقى سعيد، لازم تبقى سعيد في بيتك، لازم تحول لغه الرضا الى لغه سعاده، او لازم تحول حياتك الى رضا يجلب السعاده. انا دايما راضي بعيشتي دي، فلان اللي جنبي شفت عنده احسن مني، وزوجته وعياله مبسوطين قوي، ما جيش انكد انا، بلاش الغيره المره، بلاش التحزب زي ما قال الكتاب، لا غيره ولا تحزب، لا من الزوج ولا من الزوجه، بلاش الغيره، بلاش اشوف حاجه صاحبي ولا صاحبتي عيني تبقى قد كده، عيني عايزه دي، اصلا انا ما عنديش دي، انا عايزاها، أنا عايزة دي. فاكرين لغة النظر لمرات لوط؟ ضيعتها، ما تبصيش لورا، بلاش البصة لورا، بلاش تبص لورا، بلاش تبص للجار، بلاش تبص للجارة، بلاش لما تروحي عند الجارة ولا الجار تشوف حاجة كويسة تيجي تنكد في بيتك. كل واحد له ظروفه لإمكانياته، يمكن هو ربنا مديله شوية، احنا نستنى لما ربنا يدينا ونجيب اللي عندها. الانبساط مش بفلوس، نتعود الرضا والانبساط، صدقوني مش بالفلوس، الرضا والانبساط في اربع حاجات هقولهم بسرعة نعتبرهم تدريب وننهي الكلمة. الشكر اول حاجة، الكتاب علمنا الشكر والفرح، اشكروا كل حين وافرحوا كل حين. يعني مش هعرف افرح الا لما اشكر، مش هعرف. اشكرك يا مراتي على اللي انت عملتيه، اشكرك يا حبيبي على تعبك واللي قدمته، اشكرك يا رب على اللي اديته لنا كله، اشكرك يا رب انك سترنا. كان في زمان قصه بيقولوها، قصه بسيطه واحنا عيال كانوا بيحكوها لنا. كان بيقول في رجل غلبان، في راجل غلبان قاعد في كوخ جنب قصر كبير، كل يوم بالليل يجيب حتة الجبنة ويجيب لقمة ناشفة، وعنده ثلاثة أربع ولاد يقعدوا ومراته يقعدوا يتعشوا، كل يوم مبسوطين. الراجل يقطع حتة الجبنة، خدي حبيبي دي، خدي حبيبي دي، خدي حبيبي دي، يقطع كل واحد حتة ولقمة ويأكلوا مبسوطين وتمام التمام. الراجل صاحب القصر اللي قاعد جنبهم كل يوم لحمة وفراخ وكلام من ده وعزومات، وإنما مش مبسوط، شايف الرضا في البيت البسيط ده. فقال لك لما شوف بساطة الراجل دي جاية منين، راح ابتدى يبعت لهم لحمة وابتدى يبعت لهم فراخ وكل الكلام ده، هي القصة مجازية يعني. ابتدى الراجل يجي بالليل مراته تطبخ الأكل، يوزع اللحمة. الأول كان لما يوزع حتة الجبنة الولد يقول له شكرا يا بابا، الأم تقول له شكرا، الولد البنت تقول له شكرا يا بابا. لما ابتدى يوزع اللحمة الولد يقول له يا بابا الحتة دي صغيرة، اديت أخويا الكبير حتة أكبر مني. والتاني تاني يوم يعملوا فراخ يقول له يا بابا اديت الربع الكبير لأخويا وأنا خدت الصغير. ابتدت لغة
عاد تذمر وعدم الشكر تخش البيت كله. ليه؟ لان انا بصيت. هو الراجل الحقيقة ما بصش، بس بنتعلم منها. الراجل حس ان لغة التذمر دخلت بيته، تعرفه عمل ايه؟ قال للراجل بتاع القصر ده اعمل معروف يا عم، احنا كان عندنا سلام لما كنا ماشيين بالبساطة، ما تبعتليش حاجة تانية. عايزين نبقى بسطة، عايز اعيش في سلام، عايز احس ان انا بيني وبين ولادي ومراتي سلام دايم، سلام دايم، شكر. نمرة اتنين، العطاء. العطاء، ادي ادي بمعنى مش بس فلوس. صحيح ربنا قال هاتوا العشور، انما عايز ادي من وقتي للناس، عايز اديهم نصيحة. شايف جارتي في مشكلة وعندي كلمة او نصيحة ممكن تهديها، ما اقولهاش ليه؟ اصلا انا ماليش دعوة، خايف اقول لها كده تقول انت بتدخلي في حياتي. ليه؟ لو في محبة بينك وبينها تسمعك. ادي، العطاء بدون حدود ربنا وصانا عليه. الخدمة، نمرة ثلاثة، الخدمة. اللي يمنع النكد في البيت خليكي خدومة، خليكي خدومة. اخدم اهل جوزي وجوزي يخدم اهل مراته، والدنيا تمشي في خدمة، في محبة، في تفاني. احنا ما تعودناش ندي ربنا، فمش عارفين ندي الناس بصراحة. حتى لما الكتاب بيقول لنا تعلمون تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا حسنة، احنا ما بنعرفش، احنا ما بنعرفش حتى دي، ما بنعرفهاش، ما بنعرفش. انا خلصت عشان الاطفال يبدو انهم ابتدوا. احلى حاجة لما الناس تشوف فيك صورة ربنا تبقى مبسوط، لما الناس تلاقي فيك صورة للوداعة، تعلموا مني لأنه وديع ومتواضع القلب. خلي الناس تشوف فيك صورة الوداعة، خلي الناس تشوف فيك صورة ربنا. هالناس هتقرب لربنا من خلالك، هتبقى أنت مبسوط، جبت حد لربنا. ربنا يبعد عننا كلنا النكد، يقربنا ليه، يدينا السلام، يدينا التفاهم، يدينا الحب، يدينا الود. نشكر، نخدم، نتقرب، نخلينا صورة ربنا. لله المجد من الآن وللأبد، أمين. تفضلوا نصلي.